عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في قناة المطبخ الصغير إن شاء الله اليوم غادي نشارك معكم آه، عجين مورق ديال محترفين يعني كي هو باش كيخدمو في المخبزات إن شاء الله غادي ندوزو نشوفو المقادير والطريقة عندنا في المقادير 500 غرام ديال الطحين ميتين وخمسين غرام ديال الما كما كتشوفو معايا هنا غادي ندير في البول ممكن تعجنوها بيديكم يعني ماشي مشكل ماشي ضروري العجانة غادي ندير 500 غرام ديال الطحين وغادي نزيد ليه كما عندي هنا الملح 50 غرام ديال الملح الا بغيتوها حلوه غادي تزيدوا سنيده عندي هنايا يع... عفوا ماشي 50 غرام ديال الملح 10 غرام ديال الملح عفوا عشرة غرام ديال الملح و50 غرام ديال الزبده 50 غرام ديال الزبده تكون طريه و غرام ديال تقريبا واحد المعلقه كبيره والماء الماء 250 غرام ديال الماء هنا من الاحسن يكون بالعبار بالميزان لانه بحال العجين وهذا يعني كيبغي يكون أه بالتدقيق كما شفتوا هنا راه غير جمعتها يعني ماشي غادي ندلكها اولا غير جمعتها واحد شويه صافي وغادي نحطها في شي طبسيل كما تشوفوا غادي نفلحها على أربعة ونغطيها بلاستيك ونخليها في الثلاجه تقدروا تخليوها حتى ليله كامله ماشي مشكل انا كناخد واحد البلاستيك نقي وكنسرح فيه عندي تقريبا ميتين و ميتين غرام ديال الزبدة آه ديال الزبدة و ميتين غرام ديال مارغرين هنا تقدرو تخدمو غير بالمارغرين بوحدها الا مبغيتيش تعملي الزبدة تقدرو ديرو غير الماركارين بوحدها هنايا يعني عندي ميتين غرام زبدة و 200 جرام غرام مارغرين غادي نديرها في البلاستيك كيما شتو وغادي نبدا ندلكها شويه بشويه باش انني نخلط المارغرين مع مع الزبده نخلط المارغرين مع الزبده كما كتشوفوا يوليو بجوجهم أه وحده طبقه وحده تدخل المارغرين في الزبده بهذه الطريقه بشويه بشويه وانا كن نسرح بالمدلك ونحاول نعطيه واحد الشكل اللي غادي ندير في فصل العجين كما شفتوا انا كنعاود نتنيها وكنعاود نسرح والزبدة تكون في الثلاجة تكون باردة غنخرجوها غير واحد واحد جوج دقائق ثلاثة دقائق ونخدمو بها لان الا كانت رطبه ما غاديش تخدم لكم باكا هنايا كنحاول انني نقاد مستطيل يبقى لي مقاد هو اللي غادي ندير باش نجيني العجينه مقاده معاه صافي من بعد ما كنديرها غادي نخليها في البلاستيك مزيان نغطيها نحطها السمك ديالها كيكون مغليظ مرقيق القياس ونحطها هنا من بعد ليله خليتهم بجوجهم ليله في الثلاجه كما كتشوفوا خص يكون نفس نفس البروده ديال العجينه هو ديال الزبده ماشي تكون العجينه بارده والزبده لا لا يكون العكس يكونوا بجوجهم في الثلاجه ونخرجهم بجوجهم في دقه واحده انا هنا خليتهم ليله كما شفتوا انا سرحت العجين القياس اللي غادي يجمع ليا يغطي ليا الزبده دائما العجين حاولوا كما شفتوا هنا لقيت بانه ما غاديش يغطي ليا مزيان زبده عاود جددلكت كنتمنى انكم تجربوا هذه الورقه واخا هي فيها الخدمه شويه ولكنها كتخرج رائعه كتخرج لكم داك الفويطاج ديالها كيكون كي هكاك الوريقات م... هكاك الوريقات مقادين مرقاته تتف... اي حاجه درتو بها كتخرج لكم مورقه هنا يعني كما شفتوا هاني سرحتها من بعد ما درت ليها الزبده وجمعت العجين غادي نسرحها دائما سرح تيبقى في اتجاه واحد ما نمشيوش هكا نطلعوا ونهبطوا ولا نمشيو زعما هكا في الجناب نتوما كتشوفوا كيبقى مستطيل واحد تقدروا تسرحوه شويه الا شتو المستطيل ضيق وبيدو تعرضوه واحد شويه هنا من بعد ما سرحته غادي نجمع هانتوما كتشوفوا الشكل باش انني غادي نجمع كنقاد ليهم تما وكنعاود نطوي وكنعاود نفس نسرح نفس الطريقه ما كنمشيش هاد البلاصه اللي تنديرو بحال الكتاب الكتاب كنحطو قدامنا الورقات اللي كيتحلو منه كنحطوه في الجنب والتحت والفوق تيكون عندنا وكنبقى على هذاك الطريقه هذيك هي باش كان هي باش كنسرح يعني ماشي كان من الجهه الاخرى اللي كتكون حلولة لا كنسرحو من من التحت والفوق كنبقاو هكا كنتمنى انه تكون باينه لكم في الصوره واضحه اللي نتوما كتشوفوا في الفيديو كنتمنى انه يبان لكم كما كتشوفوا انا واخا كتهبط ليا هكا من الجنب ديال الطبله ماشي مشكل ما تخافوا عليها حتى حاجه اللي مهم هو تكون الزبده والعجين يكونو باردين هنا درت التور الثانيه شتو درت التور الاولى ودرت التور الثانيه هنا غادي نعلمهم غندير جوج هكا بصبعي جوج ونحطها في البلاستيك وندخلها للثلاجه واحد نص ساعه تقريبا وتقدروا تخليوها ثاني حتى ليلة الا ما كنتوش مزربانين ساعه ساعتين ماشي مشكل انا غير الترمين نخدم بها تقريبا ساعه صافي كنعاود نخرجها غادي نعاود ندخلها هانتوما كنوريكم تتشوفوا كيفاش دائما الجهه اللي فيها المحلوله هي اللي كندير في الجناب واللي تحت والفوق تيكون قدامي كما كتشوفوا غادي نعاود نسرح هي راه ملي كتعاودوا تخرجوا من الثلاجه كتكون قاصحه شويه ولكن ماشي مشكل ملي كتبقاو معها بشويه بشويه هنا راه ما وقفتش الفيديو راه خليته مطلوق باش يبان لكم صافي كنبقى كنسرح بنفس الطريقه هو كيبغي يكون عندكم المكان شويه طو... شويه يعني مائده الطاوله تكون طويله شويه هاني يعني عاودت جمعتها المره الثالثه غادي نعاود نخدم المره الرابعه امتى كندخلها للثلاجه ملي كندير جوج ديال لي توخ درت الاولى والتانية حطيتها في الثلاجه دابا غادي ندير الثالثه والرابعه وغادي نعاود نحطها في الثلاجه حين حاولوا انكم ما تكتروش يعني راه كندير رشه وكنبقى نخدم حتى تحسوا بها بانها كتلصق لكم وتعاودوا عاوتاني ديروا ثاني رشه اخرى كندير في في الوسط او الجناب كندير غير شويه باش انه ميبقاش يبقاش غير مستطيل غادي طويل كندير شوية طلع العرض وكان سوس أنتم شفتو كي كان الطحين طحين باش ما يبقاش ليا هنا تتشوفوا الفيطار كي داير كنحيد هاد الجناب باش يبقاو ليا تقطع مقد ولكن ما كرميهمش انتم شفتو فين درتهم كنخلي واحد شويه المساحه وكنحطهم فيها باش نعاود نورق دابا هنا درت اربعه ديال لي توخ غادي نعاود نحطها في الثلاجه ونعاود نجبدها من بعد هنا غادي نعاود ثاني نلكها بنفس الطريقه ودائما ملي تبغيو تنيوها سوسوها مسحو مزيان هذه لاباط ديالكم دي ومطحيو ما يبقاش فيها انا غادي ناخذ نفس انا يعني ما, ما قطعش الفيديو باش انه اه تبان لكم بنفس الطريقه باش كنخدم وحاولوا هاد الجناب هادو حاولوا انكم تقرصوهم او دلكوهم مزيان باش ما يبقاوش لكم وما توصلهمش الزبده صافي غادي نبقى بنفس الطريقه غندير تولو الخمسه والتول تاني السته هنايا كما انا راه كنحيد الطحين اللي كيكون باقي عندي وغادي نعاود تاني ندير التور السته هي كتبان لكم رافعه الخدمه ولكن ما فيهاش يعني لانكم كتحطوها في الثلاجه حتى تقدروا شغلكم وتعاودوا تاني تجبدوها وتقدروا تخليوها حتى تساليوا شغلكم وتعاودوا ثاني تجبدوها يعني ما, ما تخافوش ماشي مشكل وخصوصا دابا في البرد كتعاون يعني ماشي بحال الصهد اللي كت تبغي تبقى في الثلاجه بزاف وملي كتبداو تخدموا بها دغيا كت كت دغيا كتبدا تسخن هنا كيما شتو صافي راه نفس الطريقه ودائما كنصي على الجناب انا اصلا حيت داك نيل. اللي نخاف ما تكونش واصله هما للعجين راحيتهم ودرتهم الوسط وباش تبقى ليا آه مربع مربع مقاد غادي نعاود نحيدهم هادو جنب لأنني يعني غادي ندير التور نحن صافي باش نحن دائما الطحين ميبقاش فيها كيما شتو صافي غادي نعاود ندير تور اه عفوا انا راه درت سته ديال لي تور نسيت ليا بقيت تنهضر آه... وما رطيتش البال بانني درت سته ديال لي تور هنايا غادي نقطعها باش يبان لكم الطرق واخا ما كيبانش مزيان هنا راه سته ديال لي لي غادي يبان لكم في الفيديو هذا هو الشكل النهائي ديالها تقدروا تخبيوها في المجمد تقدر تبقى عندكم شهر شهرين وهذه كنستعملوها بزاف في رمضان كنتمنى ان الوصفه تكون نال اعجابكم وهذا هو الشكل النهائي ديالها ديروها في بلاستيك وخبيوها في المجمد حتى وجبدوها قبل ونحطوها في الثلاجه حتى تطلق ونجبدوها تكون بارده ونخدموا بها سواء بغيتوها المملحات او لا الحلو كنتمنى ان الوصفه تكون نال اعجابكم استودعكم الله